السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 28 من كتاب كتابي في اللغة العربية المستوى الثاني الابتدائي. عندنا درس ديال الخط. ألاحظ وأكتب أن حرف السين في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، هنا وهنا. حرف الشين كذلك في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. وعندنا الجملة نعاودو نكتبوها، هي نهذب الأشجار ونغرس الشتلات. نهذب الأشجار ونغرس الشتلات. الشتلات الشتلات. لاحظ معي جيدا، هنا دابا مثلا هنا في الخط غالبا غتلقاو في التصحيح ديالكم مع صحابكم الأستاذ أو الأستاذة، غتلقى بعض المرات حسن خطك، يعني قاد الخط ديالك أو صابو مزيان. كتبقى تشوف اللي جالس حداك ولا اللي معاك في القسم، الناس اللي عندهم الخط احسن منك، كتقول علاش هما عندهم الخط احسن مني؟ راه ما كتجيش داك الشيء من السماع تاع اللي كنسمع. هذاك الخط هو ما عارفينش شنو دار في الدار، هو راه كتلقى في الدار كيشد الوراق وكيبدا يكتب ويعاود يكتب ويعاود يكتب ويعاود. ما يمكنش داك الشيء ينزل عليك من السماع، لان باقي صباعي تيكون صغار، باقي يديكم ما ولفش على الستيلو. يعني شنو خصك دير؟ خصك في الدار تشد وتبقى تكتب مثلا هذا السين كتبوا 20 مرة، الشين كتبوا 30 مرة، الجمل عاودهم كتبهم عاودهم، شوف كيفاش كتكتب وعاودها هنا لتحت. يعني الخط ديالك باش يولي مزيان خصك درب درب في الدار بزاف. هما في القسم راه ما كافيكش داك الشيء، مثلا واش غاتكتب السين ثلاثة المرات غاتعلم؟ ما يمكنش، خصك تكتب وتعاود تكتب وتعاود، عمر بزاف ديال الوراق. عندك كملتي الدفتر كل بابا كل بابا كيشريو لك ورق ولا يشريو لك هذه، بقى تعود على الكتابة فيهم، لأن الخط ديالك لما يكون زوين بزاف خصك تكتب بزاف ديال المرات، خصك تدرب. هذا هو ماشي ما كينزل عليهم داكشي من السن. اذا نشوفوا حرف السين فيه ثلاثه ديال السنينات، كنجي وكنبدا ندير وما كنفوتش الخط الاول، شفتوا؟ ندوز دالين هنا ثلاثه السنينات، هنا خصني ندير هذا لان دابا هذا ماشي في الاول في الوسط، يعني كنجيب واحد الشرطه من هنا وعاد كنبدا ثلاثه السنينات ونكمل كذلك نفس الشيء. ندوزو السين هذا في اخر الكلمة، كنديرو ثلاثة سنينات كندير بحال المنجم، شتو؟ السنة الأخيرة كنهبط بحال المنجم، هانت جوج والسنة الأخيرة كنعود هنا كنديرها شرطة لأن كتكون قبل منها الكتاب. دابا هادي مكتكونش قبل منها الكتاب، حجارة صرنا كاين الراء مملاقياش الراء مع السين، كتكون هكا دايرة، ولكن هادي كتكون لاصقة فيها. مثلا كيس هي كتكون لاصقة مع السين، إذا كنجيب واحد الشرطة هكا وكندير السين، كذلك ثاني كنجيب الشرطة وكندير السين، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للشين، الفرق ما بينه وبين السين هو عنده ثلاثة ديال النقاط الفوق، واضح؟ نجي وكندير ثلاثة سنينات وندير ثلاثة نقاط، جوج بحال هكا وحدة كتحطها الفوق، جوج هكا وحدة من الفوق. الشين هنا اللي في وسط الكلمة، هذه في أول الكلمة بحال الشمس، هنا في وسط الكلمة بحال مش مش ولا لا. نجي وندير هكا واضح. دابا الشين في آخر الكلمة بحال قرشوب مثلا، ندير هكا السنة الثالثة ندور بحال السين وكندير ثلاثة ديال النقط. هنا كتكون قبل منها شي حاجه بحال مش مي شن، كنجيبو الشرطه وكنديرو ثلاثه السنات وندور، واضح؟ دابا نكتبو ديك الجمله، نهذب نهذب الاشجار ونغرس الشتلات. شكرا. نهذب الأشجار ونغرس الشتلات، واضح؟ شوفوا الإملاء، أتدرب دابا، أتفكروا مزيان وتخدموا عقلكم.
انتبه مزيان قال لك أما لأ الفراغ بالسين أو بالشين حرف السين أو حرف الشين غنجربوهم بجوج غنقولو شباه ولا غنقولو سباه بطبيعة الحال سباه هو الرجل الذي يسبح سباه واضح هنا غنقولو مشريع غنقولو مسريع بطبيعة الحال الصحيحة هي مسريع شي واحد كيزرب بزاف يسريع هنا غنقولو فراس ولا فراش بجوج صحاح لأن فراش هو الفراش فراس هو اسم شخصي شي واحد سميتو فراس نديرو هنا فراش فراش تا فراس راه صحيح هنا مكة نقول سمكة ولا شبكة بطبيعة الحال سمكة هنا كبس ولا كبشن كبشن هي الصحيحة كبشن تحاولي اللي كنذبحو في العيد نقول شكرا 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 انا قال لك اكتب تحت الصورة الاسم المناسب وضروري يكون فيها اما السين اما الشين هذا ما هنايا شنو هي نقولوا فراشة فراشة وهذه اللي حداها شنو نسميها سلسلة شكون نقولوا لها سلسلة سلسلة هذه اللي حداها شنو نقولوا لها مسطرة مسطرة وهذه اللي حداها شكون تسمى مشطن اللي كان مش طبيعي تسمى مشطن مشطن ندوزو للنشاط الاخير شنو قالوا لنا فيه قال لك اتذكر يعني تفكر اتذكر واكتب الجمله الاولى من الفقره الاخيره يعني الفقره الاخيره ديال النص تقريبا نشوفوا الجمله الاولى فيه الفقرة الأخيرة بقيت عاقلا كان فيها في اليوم السادس ركبنا الدراجات وخرجنا للتنزه اليوم السابع خصصناه إذا شنو الفقرة الأخيرة هي هذه الجملة الأولى فيها هي في اليوم السادس شنو وقع في اليوم السادس ركبنا الدراجات دراجاتي وخرجنا للتنزه نشكلها في اليوم السادس ركبنا دراجاتي وخرجنا للتنزه التنزه واضح هذه هي صفحة 28 كملناها انتهى